السلام عليكم من جديد في الكيز اوف ساينتفك ريسيرش كورس. ميعادنا النهارده مع الكيتشر 15. هناخد او هنخلص اخر حاجه في جوجل سكولر، وهي خاصه بازاي ان انا اعمل ريجستريشن او ان انا اعمل اكونت ليا على جوجل سكولر، واهميته هتكون ايه. يعني اهميه ان انا اعمل اكونت معاكم عبد الله الوكيل. احنا طبعا في شابتر 3 بنشتغل على المحور الخاص بالداتا كولكشن. النهارده هيكون انتهاء ان شاء الله جوجل سكولر بازاي نعرف نسجل. تعالوا كده نشوف. اول حاجه جوجل سكولر، انا مهم ان انا اسجل بيه ليه، واعرف كمان المعهد اللي انا شغال فيه او الجامعه طبعا تابع ليها لو انا مثلا اندر جرادويت. ده مهم ليه؟ لان ده بيفتح لي اكسس كتير على ابحاث. طبعا الناس اللي تابعت معايا المحاضره اللي فاتت فهي عارفه ان اهم مشكله في جوجل سكولر هي فكره ان في ابحاث انا ما بقدرش ان انا اخدها ببلاش، محتاجه ان انا ادفع فلوس. طيب ريجستريشن او ان انا اكون تابع ليه جامعة معينة أو مركز معين، مركز بحثي، ده ممكن يفتح لي أبحاث مختلفة. أنا مهم إن أنا يكون عندي إيه علشان أعمل أكونت. أول حاجة الجيميل بتاعي يكون مفعل، وكمان لو مش عندي أعمل أكونت على الجيميل. تاني حاجة فورم الإيميل، إيميل الجميع اللي أنا تابع ليه أو المركز اللي أنا تابع ليه. تعالوا كده، انا هفترض ان الموجود معايا اصلا مش معاه جيميل، فسريعا كده نشوف الجيميل. حاجه بسيطه خالص، انه يعني ان انا اعمل حساب، هكتب انشاء حساب على جوجل عادي على الجيميل. هيظهر لي اللينك ده، هدخل عليه اعمل انشاء حساب. بعد كده بعمل البيانات الشخصيه الخاصه بيا، بملاها، و بعد كده بعمل برضو الايميل اللي انا عايزه، وبعمل كلمة الباسورد او كلمة المرور. بعد كده بقى انا عملت الجيميل بتاعي. تعالوا نخش نشوف جوجل سكولر ازاي ان انا اعمل اكونت عليه. اول حاجة هكتب طبعا جوجل سكولر، هيطلع لي اول لينك هدخل عليه. الظاهر ده هنشوف كده مفيش اصلا حد معرف، فبالتالي انا هعمل كليك هنا، هيبدأ يخش او يقترح عليا الايميل اللي انا ممكن اختاره، فانا اختار الجيميل اللي انا لسه عامله بقى. تمام تمام جدا. طيب بعد كده، بعد كده ان انا بروح على الايكون دي، ان انا يتفتح لي ان انا اشوف الملف الشخصي الخاص بي. طيب انا اصلا مش عندي، فبالتالي هقعد او هيظهر لي البيانات دي ان انا هبدأ ان انا املاها. فاول حاجه بكتب الاسم العلمي بتاعي، يعني الاسم اللي هيكون في الابحاث بتاعتي. مثلا كده طبعا عبد الله ام دوت الوكيل، فالاسم العلمي او الاسم الخاص بيك كباحث اللي انت عايزه. طبعا لو انت ناشر ابحاث فانت هتكتب الاسم بالظبط اللي انت كاتبه في الابحاث عشان جوجل سكولر يبينه بسهوله. يعني تاني حاجه الانتساب بتاعك، انت مثلا بنسميه الافلييشن بتاعك، ده احنا قلناه طبعا كلمه افلييشن. بتكتب مثلا ان انت لو انت ستودنت، او ان انت ماستر ستودنت، او انت بي اتش دي ستودنت. بتكتب التخصص بتاعك في الفيزيكس، في كمان في الكليه مثلا كليه علوم او وات ايفر، كليه ميديسن، كليه طب او انجينيرنج، والجامعه اللي انت تابع ليها. ده كده الانتساب او الافليشن بتاعك بشكل اساسي، والبريد الالكتروني الخاص بالجامعه بتاعتك. هنلاحظ ان هو اديو البريد الالكتروني الخاص بالجامعه بتاعتك، وبيتم طبعا جوجل سكولر بيبعت لك يعني يتحقق يعني ان انت تابع للجامعه دي. ومن هنا فكره ان انت البروفايل بتاعك، انت اوريدي عند جوجل سكولر معرف ان انت تابع لجامعه معينه، فبالتالي ده جامعه بتبقى عامله سبسكريبشن او بتدفع فلوس لابحاث كتير، فده ممكن يفتح لك ابحاث كتير. تاني حاجه المجلات، المجالات اللي انت مهتم بيها، الريسيرش فيلدز مثلا نانو تكنولوجي وات ايفر، المجال اللي انت مهتم بيه. ودي حاجه مش مهمه، لو انت اوريدي باحث تبع جامعه فبيبقى ليك بروفايل خاص بيك، فانت بتاخده كوبي وبتحطه هنا. فبالتالي دي البيانات الاساسيه. بعد كده بكتب التالي او بعمل التالي. طبعا هي اخر حاجه بس هشير ليها، ان اخر حاجه دي يعني اختياري زي ما مكتوب كده. يعني لو انت اوريدي مش عندك اكونت او انت مش باحث لسه في جامعه او كده، ف اوريدي دي سكيب، مفيش مشكله ان انت ما تملهاش. فبعد كده بعمل التالي، بيطلع لي الاسم اللي انا يعني هبحث عن الاسم اللي انا اخترته. لو انا ليا ابحاث ولا حاجه بعمل كليك ان انا اختارها. ده الاسم العلمي مثلا بتاعي كعبد الله الوكيل، ظهر لي البحث مثلا ان انا نشرته، فبالتالي هبدأ ان انا اعمل اوكي على البحث ده، فبيبقى موجود معايا في البروفايل بتاعي. طبعا لو انا ناشر ابحاث كتير فانا بعمل كليك على الابحاث دي كلها. مهم جدا ان انا اختار الاسم العلمي من البداية صح.
طيب بعد كده المفروض ان انا بعمل التالي، طبعا بيظهر لي الايكون او البروفايل بتاعي، بقدر اغير الصورة، يعني طبعا الصورة تكون فورمال بقدر الامكان الخاصة. بيظهر لي الاسم والافليشن اللي انا كاتبه، طبعا هما بعتولي رسالة ان هما يتحولوا من الايميل الجامعي بتاعي، وكمان التخصص اللي انا اخترته. فبالتالي كده الاكونت بتاعي الحمد لله اتعمل، وانا عملت ريجستريشن على جوجل سكولر. ممكن بقى اتابع باحثين مختلفين، فبالتالي هيبقى ظاهر لهم مين وانا شغال فين وفي جامعة ايه وهكذا يعني. طيب كده جوجل سكولر الحمد لله خلصناه. ان شاء الله البداية من المحاضرة الجاية، وهنتكلم على نقطة، طبعا هيبقى عنوان ساي هاب، هنتكلم بشكل مفصل اكتر بشيء من التفاصيل، ان احنا عندنا بحث عايزين نجيبه وجدي ده مش متاح على جوجل سكولر حتى. برضه هنعرض الاوبشنز المختلفة، بس هناخد ساي هاب واهميته في ان احنا طبعا نجيب ابحاث، الابحاث اللي مش بتتفتح لنا على جوجل سكولر. بس كده المحاضرة دي يعتبر خلصت، ان شاء الله نشوفكم في المحاضرة اللي جاية. مفيش اي تاسكس مطلوبة هنا، وشكرا لكم.